السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي، دائما لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا حتى نستمر في المزيد إن شاء الله. أعوض المقطع الأول في كل كلمة بالمقطع المناسب، جي أو جا، حرف الجيم في الكسرة، جي في الفتحة، جي أو جا، نعوضهم فيه هذه الكلمات هذو هما. إذن هذا المقطع هذا الأول نعوضوه، عندنا حبال، عوضيها حبال. شو تقول لي؟ جبال. جبال. حديد جديد. جديد. حمل. حمل. جمال. 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 جيد. حمار. حمار. جمار. جمار. جمر زعما جمار. جي مار. اذا هذه سهله. المقطع الاول اللي كتحولوا اما تعوضوا اما بجي او جا، صافي. اقراوا مقاطع، قرا هذه المقاطع، قري المقطع كل واحد على قولي لي، رفع الصوت ديال كتابي. مقطع كل مقطع بحديتو. انيسي. لا مش كمليش كل مقطع بحديتو، قلت لك أ أني سي في وحدتي. هكذا أقرأهم، أقرأ الكلمات. كتابي. أني أنيسي في وحدتي. أقرأها كلها. كتابي أنيسي في وحدتي. أقرأ بطلاقة، أصغي إلى قراءة أستاذي أستاذتي، ثم أقرأ مع صديقاتي وأصدقائي الجملة الآتية وأشرحها. رانا. كتابي أنيسي في وحدتي. كتابي أنيسي في وحدتي. شنو أنا كتابي أنيسي في وحدتي؟ كتاب ديالي أنيسي في وحدتي. يما الوحدة ديالي فين كنكون أنا غير بوحديتي؟ هو اللي كيونسني، هذا هو هذه المعنى ديالها. أنا الكتاب كيونسني ملي كنكون بوحديتي أنايا، كنجبدو كنحلو كنبدا نقرا ونعرف، إما يعطيني معلومات إما إما واحد الحكاية ويسليني بواحد الحكاية ولا قصة. صافي. المقطع الآتي من النص، نقرأ هذا النص دوايا. إنك لا تستطيع أن تعيش دون صديق وفي يتمنى لك السعادة والهناء. يتمنى لك س نقولوش لك السعادة، لا، يتمنى لك السعادة. هذه الشمسية اللي تدخل معاك تقولوا أس. يتمنى لك السعادة هذه القمرية، القمرية هذه الشمسية. الشمسية شو كاين، قرينا غير السين بحديتو، القمرية قرينا غير اللام بحديتو ملي كنكونوا وسط الجملة. صافي. يتمنى لك السعادة والهناء. شوف السكون فوق اللام هو اللي قريناه. ويدلك على طريق الخير، السكون فوق اللام، طريق الخير. ويقدم لك النصح، الشمسية النصح، ما كنقولش النصح. ويقدم لك النصح. ويحب لك ما يحب لنفسه، تحترمه ويحترمك. ويهب لمساعدتك في وقت الضيق، في وقت الضيق. شنو هذه، الشمسية ولا القمرية؟ القمرية. الضيق. الشمسية. في وقت الضيق. يزورك إذا مرضت، يهنئك إذا نجحت،
تقضي معه أوقاتا جميلة لا مكان فيها للحسد والخصام. والخصام شمسي ولا القمرية؟ قمرية. هتلام تقرأ القمر والخصام صافي. إذن هذه كانت صفحة 14، ندوزو للصفحة 15 نكملو. اختار الشرح المناسب. يدلك، يدلك ماذا تعني؟ هل تعني يرشدك ولا ينساك؟ يدلك، قال لك يدلك في النص اللي قريناه، يدلك على طريق الخير. يرشدك هيا درو هذه صحيح صافي. يهب، يهب واش يقوم بسرعة ولا يبطئ؟ يهب يقوم بسرعة. بسرعة يهب يا كاين كينو دغيا دغيا. يهب بسرعة إذا مرضت ليزورك ولا كان عندك شي مشكل أو لا شي حاجة. يهب يعني يقوم بسرعة، يخليكش لا بشوية خليتها لغدا ولا بعد غدا نجي عندو، لا لا خصك. يهب يعني يقوم بسرعة. أزعجك، أريحك ولا أقلقك؟ أقلقك. أقلقك كيقلقك، يزعجك كيزعجك كيقلقك. أزودك كيزودك واش أمدك ولا أضرك؟ أمدك. أمدك بمعلومات، أزودك بمعلومات الكتاب كيزودنا بمعلومات يعني يمدنا كيعطينا يمدنا بمعلومات. وحددوا الكلمة الغريبة، الكلمة الغريبة، غريبة داخلة زعما هي الداخلة، الغريبة عن بقية الكلمات. رفيق، صاحب، عدو، صديق. تنكملوا. زميل، رفيق، صاحب، عدو، صديق، زميل. هذه هي الكلمة الداخلة. علاش؟ لأن هو العدو، العدو ماشي هو الصديق، ماشي هو الزميل، ماشي هو الصاحب، ماشي هو الرفيق. إذا صافي. أكملوا شبكة المفردات لكلمة كتاب. كتاب فيه حكاية، فيه قصة، قصة، معلومات، معلومات، دي در تكون فيه الدرس، در درس، درس تكون فيه الدرس. علم، علم زيدي. معرفة، المعرفة. الكتاب فيه حكاية، فيه قصة، فيه معلومات، فيه درس، فيه علم، فيه معرفة. صافي. أفهم، أجيب. ماذا تصفحت يا سميل؟ ماذا تصفحت؟ كتابا. تصفحت. نقولوا كنحيدوا هذه هي، هيا عقلوا معايا، كنحيدوا هذه، اكتبوا تصفحت يا سميل، كنحيدوا هذه كتابا. صافي. بما ينمي الكتاب عقلك؟ نقولوا ينمي الكتاب عقلك، ردوا عقلي هذه، ينمي الكتاب عقلي بماذا؟ كنمي باش ينمي كتاب، ينمي عقلك بالمعلومات، بالمعلومات، بالمعلومات. متى يساعد الصديق الوفي صديقه؟ متى نحيدوا هذه متى، كنقولوا يساعد الصديق الوفي صديقه فاش في 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 وقت الضيق. في وقت الضيق، وقت الضيق، في وقت الضيق. صافي. بما يسليك، اكتبوا هنا يسليني، باش يسليني بالحكايات، كتاب بالحكايات، يسليني بالحكايات.
يسليني بالحكايات. أحلل أضع علامة أمام المناسب. شخصية النص، الشخصية اللي كنا في النص عندنا، ياسمين الكتاب مريم المديرة. ياسمين كنا؟ ياسمين. أه؟ نعم؟ كاين. الكتاب كاين؟ نعم. كاين. مريم كاين؟ نعم. المديرة كاين؟ لا. لا، إذا ياسمين واش اسم؟ اسم إنسان، اسم إنسان ولا اسم جماد، جماد حاجة جامدة، ولا اسم حيوان، ولا اسم نبات مثلا؟ اسم اسم إيه؟ إنسان. إنسان. الكتاب اسم حيوان، اسم جماد، اسم نبات، أو اسم إنسان؟ جماد. جماد حاجة جامدة. كتاب جمال. مريم اسم كتاب، اسم مريم اسم جماد، اسم حيوان، اسم نبات، ام اسم انسان؟ انسان. المديرة اسم انسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد؟ انسان. مزيان، انتما فهمتوا هذه المساله دايا صافي، ما نلقاوش مشكل في المساله. مكان النص، في المكان ديال النص اللي كانوا كي النص كيهضرنا واحد البلاصه، ولكن هما قالوا المكان فين؟ حيت ديما الحكايه كتكون فيها المكان والزمان والاحداث. المكان فينا بلاصه؟ في كانت المكان واش ساحه المدرسه او لا مكتبه المدرسه؟ مكتبه المدرسه. مزيان. والزمان ديال النص، حصه المطالعات الحره ولا حصه درس القراءه؟ حصه المطالعه الحره. الحره بس كتاب شو المكتبه حره، شو يديروا المطالعه الحره. استخرج من الفقرات الثانيه ما يقوم به الصديق الوفي. الصديق الوفي، وانتج أشخص الكتاب وأقول بعض ما قاله عن نفسه، أبدي رأيي في الذي لا يطالع الكتب في وقت فراغه. يعني أشخص ما قاله الكتاب. إنك، هذا هي دينيت أهلا. إنك لا تستطيع، الكتاب يهضر، تقول لي أنا هو الكتاب زعما. إنك لا تستطيع أن تعيش دون صديق وفي يتمنى لك السعادة والهناء، يدلك على طريق الخير ويقدم لك النصح ويحب لك ما يحب لنفسه، تحترم ويحترمك ويهب لمساعدتك في وقت الضيق، يزورك إذا مرضت، يهنئك إذا نجحت، تقضي معه أوقاتا جميلة لا مكان فيها للحسد والخصام. إذا هذا هو ما يقوم به الصديق الوفي من أن هياش أنه كي يتمنى لك السعادة والهناء ويدلك على طريق الخير وينصحك ويبغي لك ما كيبغي لنفسه ويحترمك وتحترمه ويسرع المساعده ديالك في وقت الشده والضيق، ويزورك الا مرضتي، ويهنئك الا نجحتي، ويقضي معاك وقت جميله وما يحسدك وما يتخاصمش معاك صافي. ابدي رايي ما الذي لا يطالع الكتاب في وقت فراغ. ما كيطالعش كتاب، شو تقولي له؟ ضيعت وقتك في الفراغ، يجب عليك ان تستفيد في وقت الفراغ من قراءة الكتب والمطالعة حتى تنمي معلوماتك ومعارفك الذهنية والعلمية صافي، وتنمي رصيدك المعرفي. إذن هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.